الدراسة بسبب كورونا، ونناقش كيف غير كورونا وجه الفن والثقافة في 2020. كما نناقش أيضا حصاد العام الرياضي في ظل الجائحة. تابعونا. نرحب بكم من جديد. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اليوم بديوان عام الوزارة مؤتمرا صحفيا لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني ثانوي والموضوعات ذات العلاقة. وتقرر إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواعها بدءا من يوم الثاني من يناير 2021 حتى بداية إجازة منتصف العام، والتي ستبدأ من 16 من يناير حتى 20 من فبراير 2021. كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام حال استقرار الأوضاع داخليا جراء انتشار جائحة كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته المختلفة. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة محمد عبد العاطي، مدرس اللغة العربية والمدون المهتم بشؤون التعليم. مرحبا بك معنا محمد. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الامتحانات أو اللجوء إلى يعني الدروس عن بعد ودروس أونلاين. كيف تقيم هذه التجربة يعني بداية حتى الآن، وكيف يمكن أيضا أن يتأثر الطلاب في هذه السنة الدراسية سواء بتأجيل الامتحانات أو أيضا بالذهاب إلى التعليم عن بعد؟ كيف يمكن أن نتأثر بذلك؟ يعني هو الموقف مش جديد زي ما قلت حضرتك. احنا في الحالة دي وفي الموقف ده من السنة اللي فاتت من بداية الجائحة. يمكن دلوقتي بدأنا يعني نواكب أكتر أو نبقى مستعدين أكتر. عندنا الوزارة بقى عندها بعض المنصات، بعض الأدوات للتعامل مع ده، للدراسة عن بعد. احنا بقالنا شهور او اقل بنتساءل هنقفل ولا مش هنقفل، والوزاره كانت بتاكد لا مش هنقفل. اظن ان دي كانت تصريحات يعني، ولو انها بتفتقد للشفافيه، بس هي ربما كانت محاولات للحفاظ على حاله الالتزام في المدارس. لكن في النهايه الموقف خطير، موقف يعني الموضوع اكبر من التعليم. احنا دلوقتي هنخاطر بحياه الطلاب ولا نخاطر بعام دراسي؟ اظن الخيار كان واضح، والوزاره كان لازم تتحمل المسؤوليه في الاخر وتحافظ على سلامه الطلاب. القرار حتى لما الوزير اعلن ما قالش بالظبط احنا لغينا، وقال بناجل الامتحانات مؤقتا لما بعد الاجازه، وساعتها لسه هنشوف. احنا لسه مش متأكدين الوضع هيبقى عامل ازاي. طيب برأيك هل استفادت الوزارة من التجربة السابقة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد تقنيا ولوجستيا؟ هل هي جاهزة او ربما تعلمت يعني من بعض الهنات او يعني النواقص في التجربة السابقة؟ والله بمقدار يعني. الحقيقه زي ما الوزير اتكلم النهارده، لو شفنا الفيديو هنلاقيه اتكلم عن مجموعه من المنصات بتستخدمها الوزاره وبتقدمها للطلاب، قنوات تعليميه، منصات الكترونيه مختلفه بتوجه يعني بتقدم المحتوى للطلاب كبديل للحضور للمدرسه. فالمنصات تقنيا بقت موجوده، عندنا منصه بث مباشر، عندنا ادمودو، ذاكر، البنك المعرفه، حصص مصر. طيب هنعد، لكن تعالى بقى ندخل على المنصات دي. لما نيجي نشوف مثلا ان في جدول حضور اللي هو البث المباشر، سيشنز يعني جلسات معموله للحضور المباشر والتفاعل ما بين الطلاب وما بين المدرسين، لو دخلنا على ده بالفعل هنلاقي ان الموضوع ما هوش بالظبط تفاعلي. فهنا نقطة جودة المحتوى المقدم يعني محدودة شوية.
الموضوع عبارة عن مدرس بيتكلم، بيقدم عرض تقديمي، بيقدم طيب شرح ثابت من اتجاه واحد، طيب مفيش حتى هذا تفاعل. الدرس أستاذ محمد، يعني حتى هذا الدرس في اتجاه واحد، حتى وإن كان في اتجاه واحد، هل هو متوفر لكل الطلاب؟ هل البنية التحتية فيما يتعلق بالإنترنت توفر يعني لجميع الطلاب في المدن الكبرى، في الأرياف، في القرى، أن توفر لهم الفرصة للتعلم عن بعد؟ هل هذا موجود اليوم في مصر؟ يعني لمعظم الطلاب، ما نقدرش نقول لكل الطلاب، لكن حتى في يعني في افقر المناطق او في اقلها امكانيات، اظن هيقدروا يعملوا نوع من التجمعات، ولو ان احنا بنحاول نتفادى التجمعات، بس هيبقى في وسائل التقنيات دي موجوده في كل مصر دلوقتي، حتى في القرى عندهم على الاقل موبايلات، عندهم تابلت، التابلت موجود، الوزاره نفسها بتوفره. فبنسبة كبيرة دي مش هتبقى هي المشكلة في رأيي، مش دي المشكلة. المشكلة هي هل المحتوى فعلا يعني هو مؤهل، أو هو قادر على إنه يحل محل المدرسة. يمكن النقطة اللي فيها يعني مفارقة هنا، إنه المدرسة أصلا كانت، حتى برغم إنه موقف مباشر، بس هي كانت مازال فيها جزء كبير تلقيني. فالتلقين يعني لم احنا يختلف استخدمنا الأمر حتى يعني عن بعد، يعني تظل نفس المنهجية. طيب أستاذ محمد، يعني يظل منهج التلقين نعم، صحيح. اللجوء إلى التعليم عن بعد جاء اضطرارا هذه المرة بسبب جائحة كورونا، ولكن هل يمكن أن يؤسس ذلك لاستراتيجية جديدة لوزارة التعليم في مصر لإدماج التعليم عن بعد كجزء من المنظومة التعليمية ومن العملية التعليمية برمتها في المستقبل؟ التأسيس هو يعني دعا في المرحلة القادمة. نعم. هو ده على المحك دلوقتي، لانه مع اطلاق بنك المعرفه، او مع اطلاق عموما النظام الجديد، بدانا نتكلم، او الوزاره بدات تتكلم عن تقنيات جديده ووسائل تكنولوجيه جديده، بس كان ده كله مهدد بانه يبقى زينه، انه يبقى تشيك ليست، يعني حاجات للتظاهر، عشان نقول احنا عندنا نظام جديد لكن لا يفعل بشكل حقيقي. لكن بسبب الجائحه وبسبب الظروف الحاليه، الوزاره اضطرت اضطرارا ان هي تفعل ده بجد. يمكن ده هيبقى يعني يمكن ده في صالحنا، يمكن ده هيضطرنا ان احنا نستخدمه بالفعل، بس اظن في المرحله الجايه ده على المحك في ان الوزاره تعلي من جوده المحتوى، وفعلا نقدر بعد كده نستخدم ده حتى مع العوده الى المدارس، ده يفضل ويستمر ادوات في ايدينا نستخدمها في رفع مستوى التعليم وفي رفع مستوى العمليه التعليميه ككل. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد العاطي، مدرس اللغة العربية والمدون المهتم بشؤون التعليم، كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى فاصل صغير ثم نعود أو نواصل مشاهدينا، نواصل مع خبرنا الثاني في هذه الحلقة، ويتعلق الأمر بخبر من وزارة الخارجية التي علقت على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية والذي تطرق لشأن الداخلية المصري، حيث أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي إدانة هذه التصريحات التي عدها تجاوزاً سافرا وغير مقبول جملة وتفصيلا. كما أكد البيان أن هذه التصريحات تمثل خروجا فجا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجا على القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر كما ورد في البيان. وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على أن مثل هذا التهجم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية هو استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الأثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخليا وخارجيا على حد وصفه. لم يمر عام 2020 دون أن يترك أثرا بالغا على الساحة الفنية والثقافية في مصر، بل امتدت أيضا آثاره للأحداث الفنية حول العالم،
نظرا لانتشار فيروس كورونا، لتؤثر هذه الجائحة على كافة أشكال الحياة السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية. لكن من رحم تلك الأزمة خرجت بدائل أخرى تمثلت في تطويع التكنولوجيا لمواجهة فيروس كورونا، ليستغل الجميع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت ليتحول يوتيوب إلى عرس فني ومسرح افتراضي يعيد الحياة. وتبدلت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لتكون بمثابة مكتبة تشغل عزل محبي القراءة وتشبع معرفتهم في كافة المجالات. كما زاد انتشار المنصات العربية والعالمية المدفوعة مثل نتفليكس، المنصة العالمية التي توسعت في المحتوى العربي وشهد هذا العام عرض أول مسلسل مصري عليها. نناقش بالتفاصيل مع ضيفنا، ينضم الينا من باريس عبر سكايب المخرج حكيم عبد النعيم. حكيم، مرحبا بك معنا وكل عام وانت بخير. سنة صعبة ايضا على الثقافة والفن في مصر، برأيك كيف تأثر قطاع الفنون والثقافة بهذه الجائحة؟ اضرار كبيرة ايضا لحقت هذا القطاع. مبدئيا كل سنة وانت طيب، وكل سنة اهلا وكل بك. الناس اللي شفنا بخير، والسنة الجاية نبقى في حتة أفضل شوية، والسنة تبقى أفضل شوية من كل اللي كل الناس مرت بيه خلال 2020. قطاع الثقافة والفنون الحقيقة كان زيه زي قطاعات كتير اتأثرت بشدة من جراء الجائحة ومن جراء الكورونا، لكن كمان إنه قطاع الثقافة والفنون التأثر اللي حصل فيه كان حصل على مستويات مختلفة، مش بس لأن زي ما احنا عارفين قطاع الفنون بالذات في مصر هو يعني طبقات مختلفة وأقسام مختلفة وشرائح مختلفة، لكن بالنهاية النتيجة النهائية هي التأثر الكامل في كل الوسائط الفنية، السينما، المسرح، النشر، المزيكا، كل الوسائط الفنية اتأثرت بشكل كبير جدا، خصوصا الوسائط الفنية اللي بتعتمد بالأساس في عرضها على تجمعات جماهيرية أو على حضور للجماهير داخل أماكن مقفولة أو كذا. لكن كمان أنا بشوف إنه أزمة الكورونا على قطاع الثقافة والفنون في مصر بالأخص بتيجي بعد، يعني بتيجي في بدايات سنة كان كل العاملين في قطاع الثقافة والفنون عندهم تصور ما إن الدنيا هتبدأ تفتح شوية بعد أزمة السنة اللي قبلها، اللي هي لها علاقة بأزمة الإنتاج واحتكار شركة معينة على كل الإنتاج التلفزيوني وأغلب الإنتاج السينمائي وسيطرتها على كل القنوات التلفزيونية وهكذا. فالعاملين في قطاع الثقافة والفنون مع نهاية 2019 وتصورهم إن الوضع هيبقى أحسن شوية جت الكورونا، فأثرت مش بس على الفنانين اللي بيكونوا قصاد الكاميرا، لكن أنا بشكل شخصي بشوف إنها التأثير الأكبر والكارثي كان كمان على الفنيين والعاملين خلف الكاميرا والفنانين اللي يعني هم مش تأثير، في مصر. أكيد تأثير على كل العاملين في هذا القطاع وعلى القطاع أيضا برمته. ولكن لاحظنا أيضا في مصر وحتى في عدد آخر من الدول العربية، ليس فقط في مصر، واصل البعض من صناع الدراما ومن صناع السينما أيضا واصلوا تصوير أعمالهم في ظل يعني جائحة كورونا. أيضا مهرجانات، مهرجان الجونة، مهرجان القاهرة، يعني تواصل بشكل عادي، وكانت هناك حالات عدوى أيضا بالفيروس، في حين أنه مهرجانات عالمية أخرى كثيرة ألغيت أو أجلت. هل كانت المخاطرة تستحق فعلا أن يعني يتم تنظيم هذه المهرجانات وأن يتواصل تصوير بعض الأعمال؟ وبالنهاية هي ربما فشلت تجاريا لأن الجمهور لم يكن حاضرا في القاعات وفي الصالات. طيب، يعني انا حابب الاول ان احنا نفرق ما بين ثلاث حاجات اساسيه في الاعمال الفنيه. في اعمال فنيه زي الاعمال السينمائيه او الاعمال اللي هي بالاساس معتمده على حضور الجمهور داخل صالات العرض، لكن كمان في الاعمال التلفزيونيه اللي هي بسبب الكورونا في الحقيقه لقت لنفسها سوق واسع جدا اللي هو له علاقه بمنصات المنصات الرقميه لعرض المسلسلات وهكذا، وبين بصراحه المهرجانات. انا بشكل شخصي عندي موقف من كل المهرجانات اللي شافت انه اقامتها اهم بكتير من اخذ الاحتياطات واخذ الاحترازات. انا بشكل شخصي مش شايف انه المهرجانات او بالذات المهرجانات في مصر زي ما هي حصلت
بالطريقه اللي حصلت بيها، في ظل ان احنا عندنا اهم المهرجانات العالميه زي كان نفسه ما حصلش الأوسكار السنه أيضا. دي، واستبدل انشطته باشياء افتراضيه واونلاين وهكذا. انا مش شايف طبعا انه كان في جدوى من اقامه المهرجانات بالشكل ده وبالفورمات ده، لكن فيما يخص تصوير المسلسلات وهكذا، انا بشكل شخصي واعي تماما قد ايه بالنسبه لتصوير المسلسلات في سيزون او موسم زي موسم رمضان ممكن يبقى كارثه على كل العاملين. لكن الازمه الحقيقيه هي انه الموضوع ده بدا يتطور بعد كده لتصور عام وحاله عامه من عدم الاهتمام وعدم الاكتراث، وصلتنا لمرحله انه الناس شافت ان احنا ممكن نعمل مهرجان فني يحضره مئات الناس دون اخذ الاحتياطات الواجبه بتنظيم حفلات خاصه داخل هذا المهرجان دون اخذ الاحتياطات الواجبه. وانا شايف انه ده شيء كان مستفز شويه، خصوصا انه لما بنيجي نقارن ما بين تنظيم مهرجان وحضور المهرجان، ونقارن ما بين تصوير مسلسل واهميه ده للعاملين والفنيين، بنشوف انه المساله مش نعم. عادله. يعني طيب انا حكيم، أشرت إلى نقطة منذ قليل بأن هذا ساهم ربما في يعني بث أعمال كثيرة على المنصات الإلكترونية على الإنترنت، أسوة بنتفليكس، هناك منصات عربية أيضا اليوم. يعني هل هي رب ضارة نافعة؟ ربما الكورونا وعدم قدرة الناس على الذهاب إلى صالات السينما سمح ربما بطريقة أو بأخرى في تفعيل وفي دعم هذه المنصات حتى تصبح ربما يعني وجهة جديدة لتسويق الأعمال الدرامية والسينمائية. مؤكد يعني هو دلوقتي كان بالكورونا. طبعا الكورونا خلينا نتفق ان هي سرعت المساله وحطت الصناعه قصاد تحدي له اجابه واحده، ماذا سوف تفعلون في هذه اللحظه اللي السينمات بتقفل واللي الناس بتستخدم شبكه الانترنت بشكل اكبر. انا اعرف انه كل اغلب المشاريع الخاصه بالمنصات الرقميه العربيه اللي هي زي نتفليكس وخلافه، انا اعرف انها مشاريع كده كده موجوده من قبل كورونا، لكن طبعا اعاد الناس في البيت استخدامها الزائد اللي ازيد بكتير للانترنت خلى المنصات دي عندها فرصه ذهبيه، زيها مش بس في الفن، زيها زي كل المنصات الإلكترونية وكل الـ الأشياء اللي لها علاقة بالتجارة الإلكترونية. أنا شايف إنه كمان الكورونا كان ليها سبب كبير في تسريع وتيرة الدخول لعالم المنصات الرقمية لإذاعة المسلسلات، اللي هي يعني بشكل أو بآخر اسمها البث التدفقي للمسلسلات على المنصات الرقمية. أنا شايف إنه ده بالذات في الوطن العربي الكورونا كانت سبب كبير في إنها تدفعه دفعة للأمام. طيب سنة حزينة أيضا للأسف، ليس فقط على عملية الإنتاج السينمائي والدرامي في مصر، ولكن أيضا برحيل العديد من نجوم السينما في مصر وآخرهم الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا. أيضا الساحة الفنية فقدت العديد من الأسماء الكبيرة في السينما المصرية، يعني كانت خسارة كبيرة للسينما المصرية حكيم، أليس كذلك؟ طبعا ما فيش كلام. هو الغريب السنه دي في الحقيقه، انا يعني قبل ما اكون معاكم بصيت على الاسماء لكل الراحلين هذا العام. بصراحه انا بشكل شخصي يعني في ناس قريبه من قلبي جدا 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 كمتفرج وكمشاهد وانا طفل لغايه دلوقتي، ناس كتير واسماء يعني قريبه جدا للناس، ابراهيم نصر، رجاء الجداوي مع حفظ الالقاب طبعا، وفنانين كثر مش نجوم كمان، في فنان زي الفنان علي عبد الرحيم او هكذا، كلهم فنانين الناس تعرفهم كويس. وجود الكورونا واغلب الفنانين اللي كمان للاسف والادباء وهكذا اللي للاسف كمان كان بسبب الكورونا فقدناهم السنه ديت، كان شيء صعب جدا 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 في سنه مليانه بالفقد ومليانه بانتظار الفقدان. في الحقيقه انا بشوف انه طبعا بيبقى في هزه كبيره جدا عند الجمهور لما فنان بيموت، بس كمان لما فنان ونجم وله جمهور وهكذا يموت كمان بسبب الكورونا او بسبب هذا الشيء العامل في الدنيا كلها كده، وقعه بيبقى اكبر كتير. نأمل أن تكون السنة الجديدة أفضل حالا. أشكرك جزيل الشكر حكيم عبد النعيم المخرج،
المصري، كنت معنا من باريس. أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الخميس انتهاء المدة المقررة قانونا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، وذلك بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وتشمل الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات. وناشد المجلس جميع الكيانات الخاضعة للقانون المشار إليه سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص. أكد المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقا للسلطة المخولة له قانون. في ذكرى ميلاد كوكب الشارق أم كلثوم، منصة أنا العربي احتفت بذكرها وبأغانيها الخالدة. دعونا نشاهد أهم ما رصدته أنا العربي. وقبل أن نخرج إلى فاصل قصير، نترككم مع رأي الشارع المصري عن أهم قرارات الدولة في 2020. ابقوا معنا. والله هو قرار اللي هو المنشأة السياحية ان هو عوضوهم بقروض وكده، هو قرار كان كويس يعني بالنسبة لأصحاب المنشآت، بس برضو في المقابل الأفراد اللي هم شغالين العاملين يعني بالمنشآت ما استفادوش بيه، بل بالعكس يعني أصحاب المنشآت ما عوضوهمش كويس، وفي ناس يعني تأثروا جامد جدا بالموضوع ده يعني. بس طبعا قرار بالنسبة للحكومة كويس يعني. أهم قرار خديه الدولة اللي هو فتح قانون التصالح في المباني، على أساس إن هي دي كانت مشكلة بالنسبة لأصحاب الأملاك اللي هم بنوا بدون تراخيص وكملوا العشوائيات، فالنهارده الحكومه بتقنن الوضع ده. والله انا شايف ان قرارات الحكومه الحقيقه يعني انا ما عجبنيش قرار سيد وزير التعليم اللي بيقول لك انا بدرس الموضوع يوم بيومه. مفيش حاجه اسمها كده، انا شايف ان لابد ان في بلان بتتحط في بدايه الازمه، والمفروض ان هي تتابع بشكل جيد، والمفروض ان هي يكون في دراسات مسبقة على المواضيع دي. أنا بصفة أنا راجل باحث فأميل طبعا لفكرة الدراسات،
لابد ان الموضوع يدرس بشكل جيد وبعدين يتخذ القرار المناسب، لكن يوم بيوم ودي فكره انا ما افتكرش انها صح خالص. انا برضو يعني من تجربه خاصه شايف ان قرار التصالح بتاع المباني المخالفه ده شيء جميل جدا، خاصه ان كان فيه تغول من الناس ان ابتدى يبقى معاه تصريح باربع ادوار يبني 11 دور، ودي عن تجربه خاصه انا عشتها، يبني 11 و13 دور، وده شيء ممكن يؤدي الى كارثه. فقرارات تصالح وبالذات ان فيها اراء من استشاريين هندسيين تمام عشان يتاكد ان المبنى يستحمل ادوار المخالفه ما يجيش يقع بالناس. أهلا بكم من جديد، ساعات قليلة ونودع عام 2020 والذي كان شاهدا على الكثير من الأحداث المثيرة على الساحة الرياضية في مصر بشكل عام وكرة القدم المصرية بشكل خاص، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتسببه أيضا في توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم. كما شهد عام 2020 عودة النادي الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات ليجمعها ببطولتي الدوري العام وكأس مصر في أطول موسم كروي تشهده مصر والذي شهد توقفا كبيرا بسبب الجائحة. هذا العام شهد أيضا خروج رئيس نادي الزمالك من المشهد الرياضي والسياسي مرتضى منصور، فيما تتواصل التحضيرات والتجهيزات أيضا لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد العام المقبل. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الكابتن ياسر شنواني لاعب منتخب مصر لكرة القدم سابقا، كما ينضم إلينا أيضا من الدوحة محمد الجزار الصحفي الرياضي. مرحبا بكما كابتن ياسر، كل سنة وانت طيب أول شيء، مرحبا بك معنا. الحدث الأبرز كما ذكرنا ربما تتويج النادي الأهلي وعودته إلى منصة التتويج بعد 7 سنوات بالتاج الإفريقي، ربما هذه السنة لم تكن سيئة بالنسبة للنادي الأهلي على الأقل. هو طبعا احنا نتكلم في الأول ان اللي حصل وفيروس كورونا اللي وقف الدنيا كلها في كل حاجة سواء رياضيا أو اقتصاديا أو كل من جميع الجوانب، لكن الجوانب السلبية اللي حصلت بسبب كوفيد 19 أكيد في جوانب إيجابية حصلت، في جوانب إيجابية من الناس اللي بيشتغلوا في المستشفيات، في جوانب إيجابية من الناس اللي بيحاولوا يعملوا الفاكسين عشان يعالجوا الناس، في جوانب إيجابية نتكلم بقى من الناحية الرياضية اللي احنا بصددها النهاردة وهو حصول النادي الأهلي على البطولة التاسعة، حصول النادي الأهلي على الثلاثية الدوري والكاس وكاس أفريقيا، لكن ده يعتبر إنجاز للنادي الأهلي وخصوصا بعد سنين طويلة النادي الأهلي ما حصلش على البطولة دي. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية حصول النادي الأهلي على البطولة التاسعة مع غريمه تقليدي، ضد غريمه تقليدي نادي الزمالك، لان كان حصل برضو في موسم 2020 ان حصل في فبراير ان نادي الزمالك كسب النادي الاهلي في بطوله السوبر بضربات الترجيح، لكن دلوقتي النادي الاهلي عوض ده في حصوله على البطوله التاسعه واسعد جماهيره وخصوصا ان هو جمع الثلاثية دوري وكاس وبطولة أفريقيا. أستاذ الجزار، يعني ربما بطولة بطعم خاص للأهلي هذه السنة عندما تأتي ضد نادي الزمالك ويعود مجددا إلى منصات التتويج، كيف تابعت ذلك وعودة الأهلي للتتويج مرة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أقول لك كل عام وانت بخير وكل المشاهدين الكرام، وبحب امسي على صديقي العزيز المدفعجي الكابتن ياسر الشنواني اللي الحقيقه كنت سعيد ومن انجازات 2020 ان انا قابلته في الدوحه، وهو على فكره كابتن ياسر من الشخصيات المحبوبه والمحبوبه وعنده كاريزما دايما كل الناس بتحبه، فسعيد ان شاء الله ان نبدا 2021 بلقائه ولكن عبر الشاشه وباذن الله نلتقي دائما على المحبه. لو هنتكلم على مسألة الإنجازات أو حصاد الكرة المصرية بشكل عام بالنسبة لعام 2020، يمكن الحقيقة خلينا نقول إن الحصاد الجميل بالنسبة للكرة المصرية أو للرياضة المصرية بشكل عام، رغم أنه كان عام صعب على العالم أجمع، لكن كان فيه الحقيقة العديد من الإنجازات. بالنسبة لكرة القدم، يمكن منتخب مصر
بالتحديد كان بعيد عن الصورة ولم ياخد سوى مباراتين، لكن الأندية المصرية قدرت أنها ترسم البسمة على وجوه عشاقها، بداية من نادي الزمالك اللي بدأ الموسم بحلم جميل جدا بالفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، ثم السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي هو الذي ختم العام أو ختم 2020 بأفضل صورة من خلال تأكيد الريادة المصرية الحقيقة، وليس ريادة الأهلي أفريقيا فقط، من خلال الفوز باللقب ووجود ناديين مصريين. لأول مرة نشوف ناديين من بلد واحدة في نهائي دوري الأبطال، فأعتقد أن كل الأمور دي هي انتصارات جميلة للكرة المصرية، وأعتقد أن من الانتصارات أيضا والحاجات اللي أكدت أن مصر بخير أو كرة القدم المصرية بخير رغم كل الظروف الصعبة وكل المساوئ اللي موجودة، أن استكمال الدوري ويمكن كان أطول دوري في التاريخ دوري كورونا اللي بدأ في 21 سبتمبر 2019 وانتهى في 21 سبتمبر 2020 بتتويج النادي الأهلي، لكن الحقيقة الدور الكبير اللي بذلته وزارة الصحة المصرية واتحاد الكرة المصري وأيضا اللجنة الطبية في اتحاد الكرة من خلال إجراء المساحات والرابيد تيست لكل القائمين على منظومة الكرة المصرية من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، أعتقد أن ده من الأمور الطيبة اللي ساعدت أن استكمال الدوري ساعد الأهلي والزمالك أن هو يخوضوا المباريات المتبقية ليهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتوج النادي الأهلي باللقب الحقيقة ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية. فهنيئا الحقيقة للكرة المصرية بالأهلي وأيضا بالزمالك رغم أنه لم يوفق في البطولة الأفريقية لكنه جاب لقب وهو لقب السوبر الأفريقي. ووجوده أيضا في الدور النهائي دليل أيضا على أن النادي الزمالك نادي كبير وقادر على المنافسة أيضا ربما في المواسم القادمة. نبقى في أخبار الزمالك هذه السنة أيضا أستاذ شنواني، كابتن شنواني، شهدت خروج مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، ماذا يعني ذلك للزمالك وللكرة المصرية أيضا عموما؟ أنا عايز بس أرد على محمد الجزار وأن أنا أكون سعيد جدا أن أنا أكون معاه، لأنه هو من الشخصيات اللي سعدت جدا أن أنا تعرفت عليها في 2020، لأن شخصية مثقفة، شخصية محترمة، وشخصية يعني جميلة جدا. بالنسبة للكلام زي ما تفضل صديقي العزيز محمد الجزار وقال ان فعلا ده يعتبر انجاز للرياضة المصرية بشكل عموم مش شرط للنادي الاهلي، وانا كنت شايف ان اتحاد الكرة المصري كان قرار صحيح جدا 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 واصراره على استكمال الدوري، لان لو كان الدوري ما استكملش ما كناش هنشوف الاداء ده، ما كناش هنشوف لعيبة ظهرت كمية لعيبة كويسة جدا في الدوري المصري، بالإضافة لأن ده كان كله بيصب في مصلحة منتخب مصر. شفنا منتخب مصر كانت الجولة الأولى والجولة الثانية محققش فيها إنجاز، لكن الجولة الثالثة والرابعة ضد توجو حقق إنجاز كويس والمكسب، وإن شاء الله كل ده بيصب في مصلحة منتخب مصر. لكن بالنسبة للنقطة بتاعت نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك كان بيمر بمشاكل كتير، لأن أنا شايف مرتضى منصور وجوده في نادي الزمالك ما أضافش النادي الزمالك. يعني كل الناس كانت بتتكلم عن مرتضى منصور إن مرتضى منصور جاب لعيبة، يتحسب له جاب لعيبة، لكن كل حاجة كان لازم تبقى لصالح نادي الزمالك، كل حاجة كانوا بينسبوا أي إنجاز لمرتضى منصور وولاده، وكان مرتضى منصور كمية الشتائم وكمية المهاترات اللي كان بيدخل فيها وكمية الهجوم اللي كان بيهاجم على كل الناس، سواء اتحاد الكورة، سواء وزير الشباب والرياضة، الكابتن خطيب اللي ما فيش حد بيتكلم عنه غير بكل خير كان بيهاجمه. فأنا شايف أن وجود مرتضى منصور كان بيسيء لنادي الزمالك، وقرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور، وكان أنا كنت شايف كمان أن مرتضى منصور بيستعمل الحصانة بأنه عضو في مجلس الشعب كانت بتسنده مساندة قوية جدا، لكن أنا شايف أن قرار اللجنة الأولمبية كان قرار صحيح، وعزل مرتضى منصور وبعد عن نادي الزمالك أنا شايف أن ده هيكون في مصلحة نادي الزمالك، لأنه أساء لنادي الزمالك أكتر ما فاد نادي الزمالك. كابتن جزار، هل الزمالك من دون مرتضى منصور أفضل أم العكس برأيك؟ شوف أنا حتى يعني حتى برضو لا نظلم، زي ما قال كابتن ياسر، مرتضى منصور جاب لعيبة نادي الزمالك، نعم جاب، عمل طفرة إنشائية في نادي الزمالك، نعم عمل، ليه دور ان النادي الزمالك يفوز ببطولات ويعود لمنصات التتويج، نعم هذا صحيح، لا يمكن ان نغفل ذلك ونعطي دائما الحق لاصحابه، لكن مشكله مرتضى منصور في لسانه، مشكله مرتضى منصور في دخوله في معارك وازمات
لم تفد الزمالك بأي طائل. خلينا مثلا ببساطة كده نقول، ماذا لو محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي ومرتضى، لا رئيسا لنادي الزمالك ومرتضى منصور رئيسا لنادي الأهلي، هل كانت ستنقلب الآية؟ سيكون النادي الأهلي أو سيكون نادي الزمالك هو المسيطر على كل البطولات ويفوز بالثلاثية أو العكس؟ الحقيقة الأهلي والزمالك بنقول ونعيد ونكرر ونزيد دايما، دول قوة ناعمة بالنسبة لمصر وبالنسبة للرياضة المصرية وبالنسبة للكرة المصرية، وقطبين وجودهم مهم جدا. المنافسة بينهم في مصلحة الكرة المصرية، المنافسة بينهم دايما بتعلي مصر وبتعلي المنتخب وبتخلي مصر في الرياضة أفريقيا بالنسبة لكرة القدم. لكن المشكلة ان انت لما يتحول الأمر من التنافس داخل المستطيل الأخضر ومن مجرد الصراع على البطولات إلى تلاسن، ومشاهد الحياة أساءت للجميع في مصر وأساءت للجميع في الكرة المصرية، ولا نغفل أن 2020 كانت شاهدة على حادثة الأتوبيس الشهيرة التي تندر بها العالم على مصر وعلى الكرة المصرية، عندما تفاجأ الجميع أن الأتوبيس نادي الزمالك الذي ذهب ليخوض مباراة في الدوري المصري أمام النادي الأهلي وفي وجود حكم أجنبي يتواجد به مجموعة من اللاعبين الصغار، ويتم منع الأتوبيس من التوجه بحجة كانت الحجج ان عطلت الأتوبيس او مفيش بنزين او الامطار، ولكن تفاجأنا بعد ذلك ان في اوامر من رئيس نادي الزمالك للأتوبيس بألا يذهب ليخوض المباراة. اضف الى ذلك الدخول في معارك وهمية مع الكل، بداية من محمود الخطيب، بداية من جمهور النادي الأهلي، لاعبين النادي الأهلي، الإعلاميين، كل من كان ينتقد مرتضى منصور أو لا يأتي الكلام على هواه كان يجد أسوأ الألفاظ، إساءة إلى الأمهات، إساءة إلى الشخصيات العامة. أعتقد أن ده لم يكن مقبول على الإطلاق بالنسبة لجماهير الزمالك قبل كل جماهير الكرة المصرية. الزمالك بدون مرتضى منصور أفضل؟ نعم. وأي رئيس لنادي الزمالك سيتواجد في هذا المنصب ويكون هو رئيس هذا النادي الكبير وهذه المؤسسة العريقة وتوفرت له الإمكانيات، سيحقق البطولات، سيجلب لنادي الزمالك أفضل اللاعبين، ستستمر الطفرات الإنشائية، وفي النهاية لا نسمع عن الفضائح الموجودة بوجود مخالفات مالية تصل إلى مليارات الجنيهات. الآن الكرة في ملعب الجهات المسؤولة، الكرة في ملعب المحكمة، والتحقيقات جارية لنعرف هل فعلا هذا الرجل بريء أم متهم. إذا كان بريء سنقول له شكرا على ما قضيته أو على ما قدمته لنادي الزمالك، ولكن الآن مرتضى منصور أصبح كارت محروق ولا يقبل أحد على الإطلاق أن يكون رئيس لنادي بقيمة الزمالك أن يتسبب في هذه الصورة السيئة. نعم. ونادي الزمالك أو نادي كبير طبعا بين الحين والآخر. نعم. هذا لا نريده. نعم، فريق كبير نادي الزمالك، سواء بوجود منصور أو من غير منصور يظل فريق كبير، وهو متوج أيضا بعديد الألقاب الأفريقية والمحلية. ولكن كابتن شنواني، كيف ترى يعني مسيرة الفريقين يعني كبيرين في مصر، الأهلي والزمالك، في بقية المشوار الأفريقي في السنة المقبلة؟ تداعيات كبيرة لجائحة كورونا، كيف يمكن أن يكون الرهان المصري على الألقاب الأفريقية سنة القادمة؟ طبعا هو النادي الأهلي، سواء النادي الأهلي أو النادي الزمالك، اسمين كبار جدا في الكرة الأفريقية والكرة العربية طبعا. لكن أنا شايف أن موضوع جائحة كورونا كان أثرت على العالم كله، لكن إحنا في مصر كان عندنا حاجة تعتبر ميزة، لأن جائحة كورونا في كل العالم، تخيل ان حضرتك الانتقالات اللي حصلت في الخمس دوريات الكبرى عملت في الفتره الاخيره ماينس 43%، الدوري الاسباني نفسه ماينس 75%، ناس خسروا الرعاه، ناس خسروا البث التلفزيوني، ما فيش جمهور. فانا بقول ان الميزه يعني جائحة كورونا اثرت على كل العالم، لكن انا شايف ان الميزه في الدوري المصري ان احنا كنا بنلعب كده بدون جمهور، لان احنا خلاص متعودين على الموضوع ان احنا بنلعب بدون جمهور من فتره كبيره، بقالنا كذا سنه. لكن الأهلي والزمالك استفادوا جدا 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 الفترة الأخيرة، شايفين كلنا مستوى النادي الأهلي
ارتفع ازاي؟ شايف ان كان اختيار الكابتن محمود الخطيب واللجنه المسؤوله عن الكره في النادي الاهلي باختيار موسيماني كان اختيار صائب جدا جدا جدا. اختيار باتشيكو لنادي الزمالك قرار كان صائب برضه للجنه المختصه بالكره في نادي الزمالك. شايفين دلوقتي اداء لعيبه نادي الاهلي واداء لعيبه نادي الزمالك ارتفع جدا 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 جدا، وده برجع بقول برضه انها تحسب رغم ان احنا هاجمنا اتحاد الكوره واللجنه الخماسيه اللي كانت بتقود الكوره في مصر، لكن دي كانت تحسب اصرارهم على استمرار الدوري المصري. وانا شايف ان النادي الاهلي ونادي الزمالك هيكون لهم شان كبير السنه دي برضو اقوى من السنه اللي فاتت في الكوره. وعندما يكون الاهلي والزمالك في افضل الاوضاع يكون المنتخب المصري ايضا كابتن الجزار. بدا المنتخب المصري متعثرا في مباريتين يعني الأولى والثانية في التصفيات، ولكنه عاد لاحقا واستدرك وحقق انتصارات يعني متتالية. هو الآن يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر. برأيك كيف ترى يعني مسيرة أو مستقبل الفريق المصري في التصفيات حتى الوصول إلى نهائيات الكاميرون؟ الحقيقة المنتخب المصري في 2020 لم يستفد على الإطلاق بخدمات النجم العالمي محمد صلاح الذي لم يشارك في أي مباراة مع المنتخب، سواء لظروف الإصابة أو لغيابه عن المعسكر الأول ثم المعسكر الثاني بسبب إصابته بفيروس كورونا. ولكن رغم ذلك، رغم البداية المهتزة للمنتخب بالتعثر بالتعادل أمام جزر القمر وأمام جينيا وأمام كينيا، لكن الحقيقة استطاع المنتخب رغم عدم خوضه أي مباراة ودية خالص في الفيفا دي، لكن الحقيقة تفاجأنا بمستوى مميز في مباراة الإياب أمام توجو في توجو بعد الأداء السيء في مباراة القاهرة. لكن الحقيقة إن زي ما قال الكابتن ياسر، أزمة كورونا مأثرة على كل الفرق، مأثرة على كل الأندية، مأثرة على كل المنتخبات. والحقيقة يمكن كان لسه تجربة الكابتن حسام البدري، لسه الكابتن حسام البدري كان في البداية، والحديث دايما أن منتخب مصر هو منتخب محمد صلاح، وده التحدي الكبير جدا بالنسبة للكابتن حسام البدري اللي أكيد ليه كل الدعم كمدرب للمنتخب الوطني إن شاء الله في المرحلة اللي جاية لتحقيق حلم الملايين بالمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022. والتأهل بإذن الله والمنتخب المصري قريب جدا، باقي له مباراتين لكن بيتصدر مجموعته بفارق الاهداف عن كينيا وجزر القمر. لكن ان شاء الله باذن الله نتفائل ان المسيره تكون مميزه والمنتخب المصري يعود الحقيقه لتصحيح الصوره، خاصه ان لدينا بشائر جيده سواء بالانديه الاهلي والزمالك نهائي افريقيا، والمنتخب الجميل جدا اللي الحقيقه لازم نشيد بيه ولازم نشد على اذره بقياده الكابتن شوقي غريب، المنتخب الاولمبي اللي قاد المنتخب المصري لاول مره، صحيح في دوره وديه ومباراه وديه، لكن لاول مره نشوف منتخب مصري بيفوز على البرازيل ويفوز بالدوره الوديه اللي كانت موجوده هنا بمشاركه المنتخب الكوري، وهو الحقيقه منتخب واعد وبننتظر منه الكثير جدا في اولمبياد طوكيو. فمجموعه جميله جدا في المنتخب الاولمبي، ان شاء الله كابتن حسام البدري يقدر يستفيد منها وياخد افضل العناصر من المنتخب الاولمبي ويتم تطعيم المنتخب الاول بها مع لاعب الاهلي والزمالك وبيراميدز والاسماعيلي والمقاولين العرب الحقيقه اللي بيعود للمشاركه في البطوله الافريقيه مره ثانيه وهو من الانديه اللي لها تاريخ. فان شاء الله باذن الله بالنسبه للسؤال وضع المنتخب المصري او مسيره المنتخب المصري، لا هنقول جيده الى حد كبير، ونتفائل ان شاء الله وجود مدرب وطني يعرف جيدا امكانيات اللاعبين ويعرف كل شيء عن الكره المصريه. بالتوفيق ان شاء الله لحسام البدري وفريق العمل معاه، وباذن الله المنتخب المصري نشوفه في المونديال وايضا نشوفه في بطوله افريقيا ويكون منافس قوي على اللقب بعد الصوره المخيبه في بطوله افريقيا الاخيره في القاهره. تمام، اشرت الى محمد صلاح وقال ان محمد صلاح يعني منتخب مصر ومنتخب صلاح. لنتحدث قليلا عن صلاح وعن بقية المحترفين على الأقل هنا في الدوري الإنجليزي. صلاح كانت لديه بعض المشاكل ربما والإشكاليات مؤخرة مع كلوب، ولكن يظل الهداف، يظل اللاعب الذي يصنع الفارق في الدوري الإنجليزي. لكن ماذا عن بقية اللاعبين؟ ماذا عن النني، عن تريزيجي وبقية اللاعبين؟ كيف تقيم أدائهم في الدوري؟ وأنا كنت عايز أتكلم في النقطة دي، إن صلاح زي ما صديق العزيز الأستاذ محمد الجزار قاله، إن صلاح إن هو بيقال إن هو منتخب صلاح، هو في ناس كتير بتقول كده، لكن احنا بنتكلم عن صلاح لان صلاح احنا بنتكلم عن ايقونه، بنتكلم عن اسطوره كرويه تحسب لمصر وتحسب للدول العربيه. انسان شخصيه قويه جدا، شخصيه عارفه هي عايزه ايه، شخصيه وصلت دلوقتي لدرجه ونوع من الاحترافيه عاليه جدا.
يعرف يتكلم امتى، يعرف يسكت امتى، يعرف يرد امتى، ودي صعب ان حد يوصل لها. صلاح راجل من 2012 من اول ما اخذ احسن لاعب في صاعد في افريقيا في 2012 ايام المقاولين، مرورا بقى ببازل السويسري، مرورا بتشيلسي، روما، فيورنتينا، لدرجه انه يوصل ليفربول ويحقق ارقام، يحطم ارقام سواريز ويحطم ارقام رونالدو وستيفن جيرارد، فحاجه قويه جدا. فصلاح ما شاء الله عليه طبعا، لكن هو زي ما الاستاذ محمد جزار اتفضل وقال ان صلاح كان المشكله ان هو ما شاركش في 2020 مع المنتخب المصري في اي حاجه لغايه دلوقتي، نظرا لظروف الاصابه، ظروف كورونا، لكن صلاح احنا بنتكلم عن ايقونه. لكن نيجي نخش بقى للعيبه بتاعتنا، انا شايف ان 2020 كانت نتائج ايجابيه بالنسبه للمحترفين، انني كان مع ارتيتا كان في مشاكل بسبب ارتيتا ان هو مع ايمري ما كانش بيلعب ومشي وراح مع بشكتاش التركي، ادى اداء رائع، وشايفين دلوقتي منني رجع ما شاء الله ثقة قوية جدا، ارتيتا واثق فيه، ارسنال واثق فيه، جمهور ارسنال بيحبه جدا، بيلعب اساسي على طول، بيحقق نتائج رائعة. شايفين تريزيجيه، اللي انا شايف تريزيجيه واحد من احسن اللعيبة المصريين، واحد يستحق ان هو يتلمع اكتر من كده. الاعلام المصري بيلمع لعيبة كتير جدا ما يستحقوش، لكن ده راجل محترف بيلعب في استون فيلا، كان سبب رئيسي في ان استون فيلا يبقى في الدوري في البريمير ليج السنه اللي فاتت، ودلوقتي بيأدي اداء رائع. المحمدي واحد بقاله 11 سنه في البريمير ليج، لازم يتعامل معامله احسن من كده لان ده تاريخ. حجازي قبل ما يمشي وينتقل لنادي اتحاد جده السعودي، فكل ده بيصب في منتخب مصر. نعم. زي ما في الدوري المصري الاهلي والزمالك وافريقيا، بيراميدز عمل موسم رائع، النادي زي الاستاذ محمد الجزار اتفضل وقال المقاولين عامل اداء رائع برضه، كل ده بيصب في مصلحه منتخب مصر. لاعبتنا المحترفين لازم الناس تساندهم والاعلام يساندهم اكتر من كده، لان ده في النهايه بيصب في مصلحه منتخب مصر. المحترفون يصبون في مصلحه مصر، كيف تابعت محمد اداء المحترفين المصريين في الخارج، واي اضافه يمكن ان يقدمونها للمنتخب المصري في قادم المنافسات؟ الحقيقه بقى عندنا مرجعيه بالنسبه للاحتراف الخارجي، دايما لما بنتكلم عن الاحتراف الخارجي فبنقول عن تجربه محمد صلاح، ازاي لاعب مصري يجي ويقدر يوصل للعالميه. كل تجاربنا السابقه كان عندنا لعيبه الحقيقه عملوا تجارب كويسه وجديره بالاحترام وجديره بالذكر ونتذكرها حتى الان، كابتن هاني رمزي في المانيا، وكايزر سلاوترين، ياسر رضوان، محمد عماره، حتى لما عمرو زكي راح لفتره قصيره، كتير جدا من الاسماء الحقيقه احترفت في الخارج. لكن تجربه محمد صلاح كانت مختلفه واستثنائيه، وقدر محمد صلاح يصنف الان من ضمن افضل اللاعبين على مستوى العالم، وكان بينافس على جائزة الكرة الذهبية أو ذا بيست، وكان ضمن أفضل ثلاث لعيبة على العالم في 2018. فبالتالي موضوع المحترفين الخارجيين أو اللاعب المحترف المصري، دايما مسألة أن لاعب مصري يحترف في الخارج فيها مشكلة شوية، وبنشوف الأندية بتتمسك باللعيبة واللعيبة تروح وترجع. لكن دلوقتي العناصر اللي موجودة أو اللعيبة اللي موجودة كلها، لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يشكك في ما يحققه أو ما يقدمه أحمد المحمدي وتريزيجيه مع أستون فيلا، دايما من الركائز الأساسية. المحمدي دايما لاعب عنده حلول، تريزيجيه لاعب بيجيد دور صانع اللعب وبيجيد أيضا تسجيل الأهداف. محمد النني ده الحقيقة اللي لازم أقف عنده شوية وأتكلم عن بإجازة محمد لو سمحت، وإزاي إجازة لأنه اقتربنا من نهاية وقت البرنامج. نعم 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 نعم. إذن محمد النني الحقيقة ادانا برضو كمان مثال ان اللاعب المصري لاعب عنده إرادة ولاعب عنده قوة، ويقدر ينجح في أصعب الظروف حتى ولو جلس موسم كامل أو موسمين على دكة الاحتياط. أحمد حجازي دلوقتي من الركائز الأساسية في اتحاد جدة، فأعتقد ان المحترفين المصريين لما يكون عندنا لعيبة كبيرة مش عيب ان احنا نقول منتخب محمد صلاح انا لا اشوف فيها اي أزمة، حتى لانهم بقية الرياضات ايضا الرياضة المصرية حققت انتصارات كبيرة وتتويجات ايضا في مختلف الرياضات الاخرى. كلمة اخيرة عن تحضيرات مصر لاستضافة بطولة العالم او كأس العالم لكرة اليد، يعني مهمة ستكون ربما كبيرة لمصر في ظل تداعيات أزمة كورونا والتي غيرت الكثير من تقاليد وعادات أيضا يعني الرياضية في العالم ليس في مصر فقط. محمد
بالتأكيد استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد في الظروف دي بالذات كمان، لكن الحقيقة الصالة الجديدة اللي اتبنت والتحضيرات الكبيرة لاستقبال العدد الكبير ده من الدول، أعتقد إن ده إنجاز وتميز كبير جدا لمصر وللرياضة المصرية. اللعبات الأخرى في مصر بتحقق نجاحات كبيرة، وعلى فكرة منتخب مصر لكرة اليد كان هو اللي بدأ إنجازات 2020 بفوزه ببطولة أفريقيا في تونس على أرض المنتخب التونسي وسط جمهوره، فاز المنتخب المصري في النهاية عليه 27-23. ففي كرة اليد الحقيقة دايما، حتى كمان منتخب الشباب كان قدر إن هو يفوز ببطولة كأس العالم. يعني كرة اليد دايما من اللعبات اللي ليها حضور ومتميزة جدا للكرة المصرية جيل 93. نتمنى إن شاء الله كمان النجاح التنظيمي، واللي أنا شخصيا واثق إن الإرادة المصرية أو الإدارة المصرية، كل الدولة المصرية دلوقتي مخصصة كل الإمكانيات لإنجاح البطولة من خلال توفير كل الإمكانيات المتاحة للجنة المنظمة، فإن شاء الله من خلال ثقتنا في نجاح البطولة تنظيميا تنجح البطولة أيضا فنيا، ونشوف المنتخب المصري بيصل إلى أبعد مرحلة ولما لا ينافس على اللقب. نعم، أشكرك جزيل الشكر من الدوحة محمد الجزار الصحفي الرياضي، كما أشكر هنا في الاستوديو الكابتن ياسر الشنواري لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة الأخيرة من سنة 2020 لبرنامج بتوقيت مصر. كل عام وأنتم بخير، تصبحون على خير.